السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بلعبة Little Nightmares الكوابيس الصغيرة. بتمنى الناس المتابعين معي هالسلسلة يكونوا مستمتعين فيها، أعطينا رأيكم فيها بالتعليقات. الصراحة حاسة لعبة من أحلى ألعاب شهر 2. أول شيء ما كنت ناوي ألعبها أنا، بعدين وقت شفت عليها الأخبار وقديش الناس عم تعطيها تقييمات عالية قررت ألعبها، ففاجأتني الصراحة. حتى الموسيقى هي حلوة، فبتمنى تستمتعوا فيها. قبل ما نبدأ بدي منكم شغلتين. أول شغلة تنزلوا تشتركوا بالقناة إذا كنتوا غير مشتركين لتدعموني وتدعموا القناة. ثاني شيء تعطونا لايك على الفيديو وتكتبوا لنا كومنت حلو مثلكم. شكرا لكم، شكرا لدعمكم، بتمنى تستمتعوا بهالفيديو. بسم الله، خلونا نبلش. استنى في اللعبة. طبعا هحاول إني أخلص اللعبة كلها بهالفيديو، ما بعرف، حشوف إذا حسنت خلصها. أظن قدامنا ضل ساعة. أوف، لكم وين رجعونا؟ بدنا نرجع نهرب مرة ثانية منا للمعلمة. طيب يا شباب، عيدوني المهمة من قبل ما، يعني من نهاية الفيديو الماضي بتلاقوا كنا عم نمرق بالدكت التكييف، عيدوني اياها من هنيك. طبعا وكانت صعبة لانه بتعرفوا انتوا وقتها بتكون عم تلعب لعبتين مختلفتين سوا، تحكمات الواحد لكل لعبة شكل، تخربط شوي. فانا كل اليوم عم بلعب Red Dead Redemption، كنت رحت جبت الحصان العربي فيه لونه ابيض، طلعت لاقصى يعني ابعد مكان عندي بالخريطه لحتى اجيبه، وبعدين تعبني والله شنو صار لحتى جبته. ممكن الفيديو ينزلكم اليوم او بكره حشوف. اوكي، خلينا نعدي هالجسر الرفيع. ف بتلاقي بدك ترجع تلعب لعبه ثانيه بدك شي 10 دقائق ربع ساعه تاخذ على التحكمات، لان يعني حتى الكنترولر اللي بلعب فيه على البي سي هي كنترولر البلاي ستيشن 4. كنت حاس انه لو بعدنا شوي من ورا كنا ممكن نلاقي جلتش، وليش حاس انه هاي فينا نستخدمها للزباله، فينا نتفشى. اوه، فيني يطلع على التلفزيون طلع فوق. بلشنا نرجع نتعود على التحكمات. لا وقع. اوكي، طيب فيني اتفشى من هون للزبالة؟ ساعدني. ايه فينا نتفشى. معقول من هون في شي؟ ما في شي. لا تفوش، فينك تتفش التلفزيون ولا ما فينا؟ لا بدنا نركض صرنا معناته. ايوه جبناها، يعطينا العافيه. طيب هاي اكثر شيء فينا نقرب عليه، خلونا نطلع على التلفزيون ونطلع عليها. وحش يا مونو. فينا نمرق شاي الارض، شاي بالصفر بالارض. هاي مو اواعي الشخصية بالجزء الاول ستة اللي كان اللي معنا طاقيته، شوفوها هاي مو نفس الطاقية. على مختلفة. هل هو نفس الشخصية ولا شو يعني؟ جايبين الشخصية نفسها نلعب فيها؟ أنا صراحة ما يلعب عن الجزء الأول، فما بعرف شو الوضع. اللي بيعرف يكتب لنا بالتعليقات. شو بدنا نسوي؟ فينا نتفش هاي الكرتونة؟ لانه مسكت الباب بدنا ننط ونتمسك فيها. طيب تعال ساعدني. اي والله يلا. هذا المكان شو اللي فايتين عليه احنا هلا؟
معقول في شيء هون؟ خلينا نطلع على هاي الطاولة نشوف إذا في عليها شيء. لازم نسكر الباب. في شيء مخبر ورا الباب حاسس. ايوه سكر الباب بليز. فيني اطلع على هذا الكرسي صح؟ لا ما في شيء يتمسك عليه نطلع. وهذا الباب ما بعرف معقول نزلت عليه شيء. هات نجرب نزلت عليه شيء. هات هاي الطاية فيني احملها عن الارض. حاسس في تحت شيء ما فيني اعمل له شيء. اوهو علينا كل دقيقة لغز ورا لغز ورا لغز ورا لغز. فينا نفش طيب هاي؟ ما فينا. هات لنشوف هون هاي الطاولة. اوه معقول فيني اكسر الازاز؟ اوه في شباك وانا ماني شايفه. جيجي فكرت بدي اكسر الازاز بالقنينة. طبعا هي بعد ما اكتشفت انه هون في انه مثل في شيء مثل الازاز اللي يتمسك هون ولا ما فيني. شكرا. حلو بدي اتفش هاي هلا مشان يفوت هو. شايفين شايفين العمل الجماعي ما احلاه. الايد لحالها ما بتسقف. يلا وحوش. طيب الفتة من الفوتة من هون هالشباك. الله يستر من هالفوتة. الله يستر من هالفوتة. أيوة شاشة سودة. شابتر جديد معناته. وين صرنا؟ بس كان في ضوء كنا عم نفوت. وين اختفى الضوء؟ ما تطلع لي المعلمة هون. شو هاد؟ في واحد في واحد على الكرسي متحرك. شفتوه؟ كله هذا تحضير للشلل والرعبات. عرفت شلون؟ يلا خوش. حتى نحن هلا عم نلعب بمونو عم نلعب بستة. لازم اكبس زر النط انا لحتى نط. عرفت شلون؟ انا ما فيني نط بدون ما اكبس زر النط. جيجي حلو. شفتوا اول مره بحياتنا بنفوت على مكان في هيك أسرة معلقة. بس آخر شي يعني هذا حلم فالواحد ما لازم كثير يدقق. أيوه لا 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 صلي على النبي. مديش بني أنا عبك بس إكسات كثير. أوكي هاي فينا نزلت عليها شي. هاتو هاتو معك هاتو. أكيد إلو عازة. لو ما إلو عازة ما بيخلونا نفكه. اوكي فكرت انه زر الصراحة. اوكي فتحنا هذا المصعد. بس لقلك شغلة هذا الباب شكله بينفتح. من شكله باينته بينفتح.
ساعدني ستة. بس كيف يعني؟ ما بعرف. توري بالتعليقات هذا ستة ولا بس عم يلبسوا البدلة ليجيبوا لنا ذكرة شخصية ستة اللي هي بالجزء الأول؟ لأني أنا قلت لكم ماني لعبان الجزء الأول. حلو. متنا. متنا. معناتها مو حلو. هات هات. هاي اللعبة أظن يمكن مستحيل واحد يحسن يجيبها من أولها لآخرها، أول مرة يلعبها يجيبها من أولها لآخرها مرة واحدة. يعني لازم تموت. بس الشيء الحلو إنه الموتات الموتات اللي بتموتها تعمل ريسبون بسرعة، ما بتقعد 3/4 ساعة بلودينج سكرين. اوكي في بيل. واخيرا صار فينا نحمل ضوء. شغله شغله. اخبط الاضاءة نصبح يدوي. اوكي ممتاز. عين عين ثانية. شكله هون لسات الان صح تطلع لنا مرة ثانية. صعب استكشف شوي. يلا نكمل. في جلتش هون. اقول اكيد يعني في شيء ممكن ناخده. يلا خلينا نرجع نفوت. اظن الطريق من ورا. ايه من هون الطريق صحيح. It's all good. فينك تفتح الباب؟ ما فينك تفتح الباب. المشي في الأزقة المعتمة. في الممرات المعتمة. المظلمة. بدنا نساوي شيء. اظن معناتها الطريق من هون. ما كنت حابب اروح من هذا الطريق لانه ليكو الكرسي اللي كنا شايفينه قبل شوي ورا الباب. بس مجبر اخاك لا بطل. يلا فيني اتعلق انه بهي. ايوه اوكي 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 اوكي. I got you boy. I got you homie. لا بدك تمسك الهي وتخبط على الزر. Easy easy. يلا كأنه كمان فيني اتعلق بهدول الكروت. لا ما فيني. كمان مرة ثانية التلفزيون. هالمرة الدمى ما عليها روس. انا ما بفهم شو عم بيصير. يعني شو يعني هاي التلفزيون انك تفوت عليه انك تحط ايدك عليه وتخلي الممر يصير مستقيم. بحس انا انه كل لعبه الها جزء لازم الها جزء يعني مربوطه فيه لازم تلعب. ما لازم انك تبلش في الجزء الثاني وما العب الجزء الاول. صراحة يعني ما كنت بعرف انه هاي اللعبة موجود منها الجزء الاول. يعني شكرا يا ستة انك انقذتني. طيب اظن انه هاي بالارض هون فيني اخذها. هذا المثل المفك.
هاي ما فيني، هاي الهوك ما فيني اخده، لا ما فيني اخده. اوكي هاي كمل. في باب من تحت كمان. هلا لازمنا مبين انه لازمنا 2 فولت او 2 فيوز. هذا مصعد سكر فينا، سكر فينا المصعد. واي يمكن نجيب اول فيوز من هون. خلينا ندور. حاس ليش تحس اللعبة انها معقدة؟ اوكي طيب، دعني انا نحرق جسس لنجيب الفيوز. يلا تعال نحرق الجسس، تعال ساعدني. طيب يا شباب امشوا امشوا، احسروا شو ما اظن نحرق جسس، بدنا اظن بدنا نحرق شيء من فوق نجيبه ونحرقه بهذا المحرقة، لانه ما احسن هاي جسس تفشها ولا احسن توصلها اللي فوق. هدول مثل فخ او مو فخ، مثل شيء اللي هيك يعني. فخلونا نكمل بهالغرفة. اوكي في مفتاح بقلب الدب، في جمجمة، هيكل عظمي، دماغ، معناتها بدنا دب نحرقه. ايوه هلا عرفنا شو هاي بتساوي. اوكي بتخليك تصير هيكل عظمي، صورة تعمل لك صورة هيكل عظمي. يلا هاي دب، عرفت شو بدنا نساوي؟ بدنا نشوف دب اظن هلا هذا هو الدب اللي بقلبه المفتاح. خلونا ناخذ اول شيء نفحصه، لانه محطوط بنص الطاوله يعني، يا اما حاطين بنص الطاوله لحتى يلهينا. طيب نطب الله. ما في شيء هذا الدب، رح اجيب الدبابة كلهم نحطهم فرد مرة وافتحهم فرد مرة، ويعني شغل الكاميرا. ها اجازته لجوا، ربيتك شو محلول. ما في شيء. طيب هذا الدبدوب الحلو، هلا في دبدوبين لسه فوق بس ما اظن فينا نجيبهم. اظن هذا اللي حيكون فيه المفتاح. ليكو حتى طلع صوت مفتاح وقت ستيتو، طلع صوت مفتاح وقت ستيتو حتى. طيب هلا حنرجع اخذه، بس في هذه الفتحه اللي بالحيط ممكن فيني يفوت منها. لا ما فينا. نطلع لفوق، حسيت انه فيني اجيب طاقية او شيء، ما شكله فينا. طيب خلونا نروح نحرق الدبدوب، نحرق الدبدوب وناخد المفتاح من قلبه وبعدين نطلع لفوق الطاولة الفوقاني. اوه هلو دي، ان شاء الله ما ينطلع حدا بوشنا هلا. انزل انزل يا سمسم. هو هلا ستة، ليش حامل البطة هاي؟ شوفي بقلبه، كان في بقلبه شيء على فكرة البطة.
هات ايوه هاي المفتاح. طيب وين البطة شو صار فيها؟ والله ما صار فيها شيء، البطة راحت احترقت على الفاضي. حرقنا له اياها. امشي يلا نكمل طريقنا يا ستة. غريب انك نادي لواحد ستة او شخصية ستة. الى الاعلى. اظن ما بنستفيد شيء بهي، ننزلها هلا. لازم نجيب الفيوزين. مشكله ما لقيتهم تحت جوا. لازم ندور حوالين الباب. وهي فيوز ثالث فاضي. ممكن على اليمين نلاقي شيء. اي على اليمين سيب، لانه معنا المفتاح اوريدي. ممتاز، وصلنا حالنا دغري جبنا المفتاح. بسم الله. برجلك اليمين، برجلك اليمين. كل اعضاء، كل ايدين ورجلين لدمه. طيب ما فينا نفتح الباب. نزل تحت جليتش. تمام. والله شباب ما جمعنا ولا طاقية. بتعرف شو ممكن نسوي بالمستقبل؟ اعمل فيديو، ارفعني، اعمل فيديو انه اعمل تجميع كل الاماكن، كل التقبعات، روح دور عليهم جيبهم كلهم واعمل فيديو عنهم. هلا وين نروح؟ لانه هيك فيديو الناس كتير بتدور عليه اكتر من انه تختم اللعبة. تختيم اللعبة. ايوه ايدين، ايوه ايدين. مسكتني الايد. شو بدي اخبطها هاي الايد؟ اوكي ما بيحسن يوصل لي فوق، ما بتحسن توصل لي فوق. ستيوبيد. ارجع لورا يلا. شو الغباء هاد؟ ايد لاحقتني. يلا يلا ايدين بدها تلحقنا. هذا ناقص ايدين تمسكني. والله لاحقني، والله لاحقني. انا اول مره بحياتي بخاف من اصابيع. العمى اصابيع خوفتنا. عم ينطوط فوق، رح ينزل على راسي انا بعرف.
طيب يلا نطلع لفوق، نفدنا منه من هون، حيكون ناطرنا على الطرف الثاني، انا عارف. لقينا الفيوز. مطرقة! مطرقة! اوه ماي جاد، زدت المطرقة من ايده الغبي. مرة ثانية. هات مطرقة حتجيني من المطرقة، ايد حتجيني من ورا. ستوبيد! حدا؟ حدا؟ You want a piece of this؟ أنا بعرف لسه في إيد هون. حدا بده مشكلة معنا؟ يجي حول تفضل. أنا ومطرقتي بانتظاركم، نرحب فيكم. أوكي حلو. ال بس سؤال ال ايه اقول يا الله، وين راح الفيوز؟ شو عم تعمل يا اخ؟ هلا هذا الفيوز نفتح فيه الباب اللي على اليسار، من الباب اللي على اليسار. لا والله في فيوز ثاني. من ايمت اجى هذا الفيوز الثاني؟ راح اخذ الفيوز الثاني. اول شيء افتح الباب اللي على اليسار، ممكن فيه هنيك طاقيه او شيء. ليش هذا ما عم ينحمل؟ ما عم احسن احمله على فكره. تعرف اني ما عم احسن احمله هذا الفيوز. هات ممكن جليتش، والله ما بعرف. اتركه، معناتها مثل ما توقعت. اول شيء لازم نجيب الفيوز هاد ونحطه بالغرفه الثانيه، نجيب الفيوز الثانيه من الغرفه الثانيه. اظن هذا هيك حاطينه خدعه. يلا يا بسم الله، كلها كراسي للمشلولين. هاللعبة حاسة كثير اخذة افكار من Resident Evil. بدنا فيوز لهذا الباب. ارفعني. اوه على الرعبة. تعرف وقت هيك تفوت بتفكر انه في شيء؟ بيطلع اخر شيء دميه. لساته هاد واقف على الباب. ايوه مسكني. يعني بيشتغل بالعتمه هاد. راح استناه ليقرب بعدين بشغل الضوء، ليبعد عن الباب وبشغل الضوء. لا ما فيني اعمل هيك. يلا امشي. ايوه وقف في ارضك. وقف في ارضك، لا تتحرك. كود مونو.
انتم متخيلين انه اي واحد من هذول ممكن باي ثانية ينط علي؟ لازم اركض من الباب على اليمين. يلا يلا هالمرة حجيبها. طبعا اذا اقول لكم جزء ما تصدقوه، بس فقدت العدد من كم مرة عدته. واخيرا نفذت. ما عنده وجه، لأنه الله يلعن هالوجه، ما عنده وجه. خلص تلكن حجيبة، يعني حجيبة يلعن ام مرتكن. 20 مرة عيدوني اياها. بدك تركض بالمربع وتنط بالار 2 وتضل تمسك بالار 2 وتتحكم بالليفت انالوج وتعين اللايت بالرايت انالوج. يعني عذاب. صح. استرا يلا نعدي. لا تقولي رح يطلعوا لي مرة تانية نفس الشلة هدول العاطلة. ذاك الباب عم يفتح. ما فيني اتمسك هون. مان وقف شعر راسي. شو بدنا نقول غير جيجي؟ يلا محاولة تانية. ألعب اطلع من الفتحة، قلت يا ترى مين في جوا. بوم طلعوا الايدين كلهم. وهلا رجعت نقزتني مرة تانية. مسكوني مرة تانية. ما الايد عم تطلع، يعني الانالوج عم يخلص معي. مونو صحصح يا مونو، صحصح يا مونو. فدنا منه، جبته. شكرا انكم شغلتوا لي الضوء. شو بدي اسوي فيها لهي؟ بدي ازعل الزر. صابوني بتصحط هي. اوه لا هالمرحلة مرعبة. مو مرعبة، فيها شوية جمب سكير اكثر من التانيين. يعني هاي طلعت الايدين والصوت اللي حاطينه مع طلعت الايدين مو بيخلي ايدنك تنبخش، بيخلي راسك ينبخش. شو
شوف الصوت شو مزعج، الاصوات النائينة شو مزعجة. هلا بتلاقي هدول بلشوا يلحقوني كمان. وهلا ما الحل؟ ممكن ادفش العرق، ممكن ادفش الكرسي؟ لا، كأنه في شي بايده؟ لا ما في فايدة. كمان هون ما في فايدة. معقول المغسلة؟ اوكي هلا هذا الشباك مفتوح من على اليمين. شو هذا فيني؟ اي ما فيني افتحه. لازم زيت صابون من برا. ممكن هون لازم نساوي شيء. في هاي الفتحة اللي بالأرض. اوكي. في فتحة من ورا. هون فيني اشيل هاي بالأرض؟ ما فيني. طيب خلينا نروح من هاي الفتحة من ورا. جليتش. اظن هون ما في طريق، هون الجليتش بس شيء شيء جانبي. في باب. طيب اذا كبسنا هاي شو بيصير؟ طفينا الضوء شو بيصير؟ ايوه هلا شلناه عن الكرسي. المقطع يلا ماشي تمام حلو حليناها. فوش الكرسي اللي عند الشباك. بحب لكم انه رقبتي تشنجت من من النطه اللي نط من الرعب اللي ارتعبت. هيلحقوني. يروح يمين وعين بالبيل على اليسار. يا رب امسك حالي، يا رب امسك حالي ما اكسر شيء، يا رب امسك حالي ما اكسر شيء، يا رب امسك حالي ما اكسر شيء. الله يلعنكم، الله يلعنكم، الله يلعنكم. الله يلعنكم. مشكلة اذا طفيت الضوء حيفوتوا علي. اوكي طلعنا الفيوز. فكرت الطابة هيدي بس فيها الزر. حلو زتيناها لبرا. افتح لي الباب والله. اوف يا شباب تعبتني تعبتني هي عدتها بكم مرة.
خلصنا عليهم ذبحناهم. تشبني ما عرفت اركض. نسيت التحكم. صار معي فقدان ذاكرة من هالمهمة. جيب لي فيوز الثاني بليز. ايوه شكرا لك. شكرا لك صديقي. شفتي؟ يا ريتك كنت معي جوا شفت شو سووا فيني. يلا. ليتس جو. وين صرنا هلا؟ لا تقولوا لي حقابل نفس الاعداء هون كمان. كلها جثث مثل ال شو اسمه مكان دفن الموتى؟ مغسل الموتى كأنه؟ واو على الأصوات. واو على الأصوات. ايه هلا ردي فوت لحالي. هلا ردي فوت لحالي. ارفعني يلا. فيني اطلع بال اتعلق. ليش حاس انه في شي حينط يفزعنا؟ تشوفي هون عصاية. تشوفي هون عصاية. شو هذا اللي عم يطلع؟ من وين اجت هاي الايد؟ انا عم بتطلع على الباب قام نطت علي ايد؟ مي مي اللعبة عملت داخلي حقد. بدي اقتل كل بدي كسر كل شيء ثاني بشوفه. هات هات العصاية بسرعة. من هون حتجي الايد هلا. من هون بين من هالكومة. يا شباب او ماي جاد. يا شباب هاللعبه جلطه يا شباب. اللي ما انا حابب ينجلط لا يلعبها يا شباب. اخ شو بتموت فيها. بتموت فيها موتات غبيه. موتات غبيه. موتات كثيره. كل ثانيه بتموت. كل ثانيه بتموت. بسحب كلمتي. بسحب كلمتي انه 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 تجي تلعبها بتلاقيها تعمل لود بسرعه فما بتحس بالموتة. لا بسحبها. كل موتة عم بحس فيها. كل موتة عم بحس فيها. ايد تانية. ايد تانية. Come here, boy. جيجي. راح ساعدك يلا. الايدين ما بيخوفوا كتير. سهلة قتلتهم. انت الشي اوه على الوجوه. انت الشي اللي بيخوفك هو الوحوش اللي ما بتحسن تقتلها. في صوت شي ضخم. امشي برات الضوء. برات الضوء. What in the world? شو هذا المتين؟ يا المتين! ما
والله روح شوي خلينا نفتح الباب يعني بلا منقودية. لا ما في داعي نفتح الباب بلا منقودية عليك. هو بيفتح الباب عنا. لا ولازم السقف كمان. على السكيتي عم يحاول يقلع رجلين. بدنا شي نزته لحتى نفتح الباب. طول عندك بدي شي من الاشياء اللي هنيك. اوكي 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 بدي اروح تحت التخت. تعالوا اخذكم رحله تحت التخوت. زاب الحيط والله. جميل. مع كل دقة قلب الايد عم تهز. مع كل دقة قلب الايد عم تهز. يعني الايد صارت قلب هلا اللي في بين ايدي. مان وين جاي؟ وين جاي مان؟ صار لك ساعة هني كلا اجيت لهون. هلا وقت فكحتك؟ هلا وقت فكحتك؟ رجع تخبى، رجع تخبى. ابدا مو وقت الفكحة هلا ابدا. يا الله يا الله التوتر شو عمل فيني هوني. بيدور علي. يلا يلا فوت. ايزي ايزي مونو. راح تمام راحت اساسا راحت دقات القلب. يلا اطلع. فيني افتح هاي اللي فوق؟ في مثل فتحة بالسقف فيني افتحها. ايوه شي بتلحقنا روش شي بتلحقنا ايدين شي بيطلع لنا واحد متين. نفسي اقول جي جي اسمو جي جي. بس ما يكون ناطرني على الطرف الثاني هلا. شوف السيلينج، احنا ماشيين فوق السقف المستعار على فكرة.
فان شاء الله ما يقع فينا. فيني نط؟ اه من هون بدي انزل. بدنا مفتاح. يبي لنا مفتاح. فوت لنشوف. اها ما عم نحسن نفتح الباب. هلا هاي اذا فشناه لبرا او لجوا بيمشي الحال. لا لبرا لازم ندفشه. طيب هلا بدنا نفوت لقلب الصندوق. ايوه بيدفشنا مونو. بيدفشنا ستة. حلو. مشان ليش هي هذا الشيء كله عملوه؟ مشان نواجه الوحش لحالنا. لانه انت بتكون عم تلعب لحالك فانت يعني بتتفزع اكثر فيكم تقولوا. هذا كانه استخدم راس الدميه كانه نطيطه. طيب وبعدين اوكي هلا بدي اطلع على الطاوله ونط واتمسك. هلا فهمت. هلا فهمت. فين يطلع؟ يمكن على الطاوله فورا. لا معناتها من ورا. اه اوكي اوكي بنسحب هذا التخت لبرا. بنط من هذا التخت للتخت اللي فوق. ومن هذا التخت نسكر. نعم. كيف كيفني معكم؟ مصمم. يلا هلا لفوق. لقينا المفتاح. فينا نرجع من نفس المكان اللي جينا منه. يسحبنا صديقنا. فينا يسحبنا صديقنا. يلا الله يعطيكم العافية. وحوش فورا فورا. الطريق واضح. امشي دغري لفوق يمين لفوق هاي الطاولات نمشي عليها. مشكلة هون الوحش مو على الارض. هون الوحش بالسيف. فنحن لازم نبعد المشي على الطرقات اللي فيها اسف. عرفتوا شلون؟ بس انه لا بيعملوا لك هلا كل شيء بدك تمشي حيكون فوق الطاولات وعلى السيف لانه الوحش تبعك بيمشي على السيف. لا ما تنط، تنط على السلم تمسك وطلع. انا بجي لحتى اني اسرع بطلعة الدرج عم ضيع وقت اكثر. شو عم بيعمل هاد؟ بدنا فيوز. لا لا تشوت القنينة بليز. رجعت دقات القلب. اوه شفتوا الفيوز وينه؟ شافنا. شافنا. شو الحل هلا؟ شو بدنا نساوي؟ انا شفت فتحة ما بعرف اذا في رفيق يدفشني عليها.
هاي اول مرة، هاي اول مرة بيلقطنا. اظن انه هداك ال اظن انه هديك الجثة فخ او هداك الفيوز فخ، ما لازم نروح عليه، لازم نروح من هون. ايوه، او بدنا نجيبه لهون. ونلهيه من هون. نجيبه لهون لحتى نلهيه. ونحن بنسرق الفيوز. اوه. متت. جي جي. انا ليش نطيت؟ انا لازم انزل نزلة عادية. واتمسك بالكهرباء. وحش. يلا. من هون لازم انزل. بسرعة بسرعة يا رفيقي. لازم نسحب هاي. يا سلام يا سلام، من اول محاولة جبناها. مسكني. اوكي لازم اهرب معناته. لازم نهرب معناته. جاهزين للهروب يا شباب؟ متت انا؟ طيب شو الحل؟ لازم نحبسه جوا ونطلع. فهمت 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 فهمت. يلا بسرعة. وحش بسرعة بعد. واو. قعدت تدفع عليه.
ما توقعته منه. الوحش ما كتير اخذ معنويات بس ثواني خلصنا عليه. طيب خليني اقعد معه. لازم نستنى ليخلص. متت انا. يلا مشينا، تعال ساعدني. كان لازم اموت حالي لحتى يقوم، يمكن كان مقلش. بيشبه الفقمة هذا الزلمة كنا عم نقاتله هلا، او الوحش. ضيقة فينا. واو عالصوت شو عالي. فيني نزل واحدة من هدول ممكن استخدمها. كانت طلعة من هون صحيح؟ طيب شو في على الطرف الثاني؟ لأنه أكيد الطلعة من هون. شباك بدنا نفتحه ونطلع. ما في شي هون. بدي هون شوف شو في. كمان ما في شي. هناك تفتح الباب. ما فينا نفتح الابواب هاي، فخلص طريق من هنيك. عم حاول شوف شي ممكن يكون بده كبسة زر. طيب وين صرنا هلا؟ في شي على هذا الدرج؟ حسيت حالي شفت شي بقلب التلفزيون. قلت لحتى افوت. في جثث عم تنزت. طيب هلا طالعين على برج. شكلنا كنا بمكان مدفنة مدري تشريح مشرحة قبل شوي، هلا فايتين على برج. وفي هذا الباب بينفتح اساسا هون طريق. اوه ماي جاد. ليش خبط راسه بالتلفزيون؟ عم ترفسه انه نتحرك اعمل شيء. آه
حاول مرة ثانية. بس ما بعرف ليش مقرفس. تمام، نط لهون وفي شباك. هذا عم يتفرج، مثل عم يتفرج على التلفزيون اللي بنعصه عنده نحن. لك شلون كلنا عم يتفرج على التلفزيونات؟ مدمنين تلفزيونات هدول. فعني هات قاعد بالبانيو وشغل تلفزيون. حلو، اتركوا عم نطلع على برج نحن هلا. مقفول الباب. اوكي فهمت، بدي اطلع من هاي الفتحة اللي على اليمين انا. وقعت، بدي اطلع اروح دور على المفتاح وافتح له الباب لمونو. انا ماني عارفة انه فيني والله يا جماعة، بس بدي لكم يلا. يلا وحش يا شباب، انا هاي اللعبة بسحب كلمتي، لعبة للجلطة، لعبة للجلطة. تجلط 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 يعني، خصوصي هلا هيك اخر ساعة لعب. عباسة بأماكن يعني غريبة يعني. هلا هاي المكان بعد ما ختمت اللغز اخر شي متت لاني نطيت اعلى بيصانتي. ما بيصير، صرت عايده مرتين يعني. يلا ما مشكلة، خلونا نجيب المفتاح من هون. حلو، هلا بدنا لازم انزل بالمصعد. لون وبرجع بطلع. لا لا تنط، يلا اطلع لفوق. هلا برجع من فوق بطلب المصعد وبننط عليه من فوقه. هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يعني، انا لهلا ما طلعت فوق المصعد. كل مره وقت اجي فوق المصعد عم بموت، بجوز اني عم نط عالي. فهالمره حنط عن منطقه قريبه. يلا تعال ستة، ساعدني. هيك هو يعني قدامي عم يمشي. ايوه يا سلام، واخيرا واخيرا سيف، شكرا لكم اعطيتوني المهمة 10 مرات. في طريق من هون، شوفي هذا الصندوق على اليسار. في مدخل. ها يا طائية يا جلتش جلتش. يلا هذا المكتب اللي تحتنا. Let's go. ما بعرف ليش هيك صارت الشاشة، لازم نتفرج يعني.
اطلع اطلع. ايران فيها جماعة. انا ما بعرف بشو عصيان. تعال. ما بعرف بشو عم اعصى. خليني ارجع اطلع من كتب الشباك وشيل الصندوق. لازم اكبس R2 لحتى احسن فوت. لف احسن تجي بقى يا ستة. شوفوا قلش في شي يعني راح علينا، في شي لازم نشوفه. شكرا لك، لحقني. الطريق مو من هون معناته. ما شاء الله علي، انا عم استنى ليفوت معي والطريق مو من هون. انا بس فتت جبت الجلتش معناته من هون. لازم الطريق لفوق. اوه كيف فاتتني، منيح انتبهت لاخر شيء. ارفعني، حليت اواعي. اوكي، لا لازم اجيبها بالعكس. ما في داعي. ليب اوف فيث. واتس اب دينجر. يلا هلا بده يرفعني. خلص طلعنا. نايس، مخرج الحريق هذا. فينا نرفع على هاي الحديدة ولا نتعربش على هذا البوري؟ نتعربش على البوري. نتعربش يعني نتسلق. جميل، حلوين. كيف بدنا نروح ندور على المسكة والله. بسرعة 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 بسرعة. يا جماعة الاهتزاز بالايد، حتى اعمل ايدي من كتر ما عم بتهز. نفدنا، فكرت متت. لا وينو ستة مات؟ عايش. تعال ساعدك، تعال اسحبك. منيح انك نحيف. نعم، لو ما نحيف كان مات. شو هذا اللي عم يضرب شرار حدنا؟
هذا البيل تبعي. تعال فاني تعال. هذا البيل تبعي اللي خرب. اوكي صور العاب. بتفيدنا شيء البطة؟ لا ما بتفيدنا. تلفزيون ثالث ولا رابع هذا؟ ثالث. يلا خالصي. اظن هلا حيطلع لنا كمان وحش بهالمنطقه. والله اللعبه مدتها منيحه صارت لهلا. يمكن هي اخر مرحله اظن. يعني حسب ما سمعت اللعبه مدتها 3 ساعات، نحن اوريدي هلا عدينا 3 ساعات فيها. ف اظن هالمرة والله وصلنا على الباب. بالعادة بيفيقني قبل ما نوصل على الباب. اوف شو هاد؟ سحبني بآخر ثانية. ليكو طلع على التلفزيون حتى. من وين بدي اهرب؟ من وين بدي اهرب؟ مسكني. واو اشكلنا. سحب ستة سحب. ضل جلتش تبع ستة بس. واو واو طب هلا شو بدنا نساوي بعد ما سحب ستة؟ نهرب. We get the hell out of here. لا والله ما نفوت بالتلفزيون. يلا نفوت بالتلفزيون. رحنا على بعد تاني يعني ولا مرحلة جديدة ولا شو القصة؟ افتح هدول نشوف. لا بنطلع لفوق. وحش ايوه هيك. فيني بدي فوت بهذا التلفزيون هلا مرة ثانية. بس هذا الباب شو في عنده؟ بيفتح الباب كأنه ما بيفتح. لا خلص معناتها دغري على التلفزيون. أوه
اوه التلفزيون بينقلني من مكان لمكان. طيب وبعدين استفدت انا هلا هيك فيني ادفش الباب يعني. هلا شفت السنارة. هلا برفع التلفزيون. ايوه فكرة رائعة والله. اعلق وصفق والله اعلق وصفق. يا سلام يا سلام. طيب هلا من هون بس والله دغري واجهنا هذا البوس وراح سحبه لستة. ما توقعت تسحبه. حلو. هاي مرحلة كلها وين؟ المرحلة المعلقة اسمها. طيب فتنا المكان جوا هلا. يلا فوت فوت يا مونو. هلا بدنا ننزل لتحت نفوت بالتلفزيون ونطلع من هذا التلفزيون اظن. بس لازم شغله التلفزيون. ايه لازم شغله. هذا التلفزيون هذا الجهاز بيضل معنا. هذا التلفزيون وين بوديني اساسا؟ ما فيني. لا خليك شغال. في فتحة وراي لحظة. طاقية جديدة. ما لقينا ولا طاقية باللعبة. هات لنحطها دغري. هاي قبعة وينها؟ ليش ما حطيت؟ هلا انحطت يمكن. طاقية الشرطي. شكرا شكرا. يلا اسرع. اوكي هلا فهمت يا شباب. هلا فهمت. شفتوا في شباك فوق؟ هلا بنروح لهنيك. هلا هذا الشباك اللي فوق بدي استخدمه. خلوني ارجع. يلا نط على هاي وبعدين من هاي بنط على طرف ثاني. لازم نحط هاي المكان النص. هلا لازم نروح يمين. لازم اقفز يمين من هاي الحفه. يا سلام يا سلام يا سلام علي. اطلع لفوق. اطلع يا معلم يا مونو. هاي لا مان لا مان. لازم نقربها على الطرف على الحيط. على الحيط نط. نرجع من عيده. يلا مره ثانيه مره ثانيه مره ثانيه. تيري تبيس. اركض اخوي مونو اركض. هلا منروح هيك يسار مننط. ايوه يا سلام.
ممتاز، هذا الكلام كثير ممتاز. هلا بنتعلق بهالش بهالعلاقه كيف ما نسميها، شو تسموها عندكم؟ ايوه يا وحش. ليش هيك صوت الموسيقى كمان؟ هي لا تقولوا لي هي حتقعد تلحقني. لا لا هي كمان على الآن بالتلفزيون. حلو، بدي يطلع من الشباك او بدي استخدم التلفزيون. شوفوا يا سلام، هلا بستخدم التلفزيون الواقفة عنده هذيك الانسانة. ايوه ايوه متنا. شو لازم اطفي التلفزيون لخليها تتركه بعدين تلحقني وبعدين ادخل لقلب التلفزيون. انا واثق من الفوز. بتفي التلفزيون وبرجع بشغله. خليني اتاكد ان التلفزيون هاد شغال. هلا هون شو بنساوي؟ بتفي التلفزيون وانا ورا الهي. حلوين حلوين كثير حلوين. كيفني معكم؟ صحت، اخذت بريك ورجعت لانه الواحد لا يقعد يلعب لعبه مده طويله كثير بسكر مخه، بصير السهل عليه صعب. لازم شغل التلفزيون على يميني واطفي هذا التلفزيون. يا لطيف يا ستار، طبعا خلقته. اعطى اعطى، هاي 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 اطلع. Let's go. حلو. مو بتحسوا هاللعبة هيك عم تصير بنصها؟ شو عم بيصير؟ بتحس بتصير بنصها فيها تكرار شوي. واللعبة ما فيها مونولوج، ما فيها حكي. ما بعرف احيانا شو بدي احكي. انزل ولا روح على اليمين؟ لا ما في شيء على اليمين، لازم ننزل لتحت. فبتمنى تكونوا والله استمتعتوا فيها معي. نشغل التلفزيون هاد. حيجي حدا يفتح لي الباب اكيد. ما في داعي للباب، من الشباك بدي يطلع. لازم ادفشه. يا سلام، يلا راح نستخدم التلفزيون. طلع يا شرطي انت يا شاطر. في هي شغله متفشه هون. ايوه 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 متنا. شو اللي عم يخبط الباب؟ هلا هاي المي مستحيل نمرق منها. حلو. لازم كهربا لهاد. ها
حلو. هلا انا كيف متت؟ سحب الروح مني، سحب الروح مني. لازم نروح افتح الباب واركض شغل الكهرباء، هو بيلحقني بيموت. برجع بطفي الكهرباء وبفوت لجوا. الله يرحمك. ما فيني افتح على هاي. شغلنا التلفزيون، طبعا هون هاي خربانة. هون اظن اذا انطينا حنموت. هون غير الفوت نفوت من هون، في شي بهذا الطرف؟ ما في شي. اظن لازم نشغل التلفزيون انه حنرجع لفوق. اذا ما شغلناه ما بنحسن نرجع. واو شو هاي الشنطة فيها؟ حاسني قلبي فيها شيء. اوه والله فيها. شو فيها؟ فيها شغلة بتنزت. وهي شو فيها؟ هاي بتفشى. طيب لازم ادفش هديك وافتح المسكة. بفتح التلفزيون جوا. بس الشنتاي شو فيها؟ شو استفدنا بالغرض بقلب الشنتاي بهي الاواعي؟ اوكي طلعنا لفوق. طلعنا لفوق فوق. يمكن هاي الاواعي فيني استخدمها لافتح هذاك الباب اللي عليه عين، هذاك بيكون فيه بقلبه طاقية. ايوه هلا رجعنا لمكان ما كنا. عرفتي شو صار؟ شغل التلفزيون، ليه ما عم يشتغل؟ هلا هون صار جهازي ما كان لازم استخدم التلفزيون. شغل ارجع هذا التلفزيون مره ثانيه واستخدمه لاطلع لبرا برات المصعد. بس خلينا نشوف بركي بنحسن نجيب الطاقيه. هاي زدت على هاي العين. في ايد جوا. خلوني اسحب، بدي اسحب هاي مرة تانية والله. طيب يا ترى فيني افتح الباب؟ قبل ما جره هالجرة كلها. اوكي اعطيته هاي. شو حيعطيني مقابيلها؟ تمام يمكن هلا فيني اطلع لفوق. اظن اني هلا اعرف شو بدي اساوي. هلا اعرف شو بدي اساوي يا شباب. بدي حزر. شو بدنا نساوي؟ بدنا نستخدم التلفزيون هاد. ماشي
نطلع من هذا التلفزيون للتلفزيون اللي نكبس المصعد، ونطلع من هذا التلفزيون للتلفزيون اللي برا، ونطلع قلب المصعد. اذا ما خاب ظني، ونقطع الطابق اللي بالنص. انا طفيت هذا التلفزيون بالغلط، فلازم شغله. ايوه هلا بعمل هيك، بستخدم المصعد وبعمل هيك على برا. ايوه يا سلام يا اخي، ليش ما تشغل لي اياها؟ شغلها والله اني اشهد لي نفسي. فكرت فينه يلعب فيها ويشغلها. شو هاي الكيس؟ بس هذاك اللي اخذ مني الظرف تحت، لشو اخذه مني وما اعطاني شيء ولا فتح لي الباب؟ فوش يا اخي فوش، يعني اترجاك لتفوش زي ساعه كابستوح يا شباب. لازم اركض على الطرف الثاني. هيك حاطين حاطين صابونه مشان يغروك تفوت. ايمي ضايع، ايمي ضايع. ايوه لازم اطفي التلفزيون. فيني اجيب هذا الكرسي؟ سحبتني. يلا هالمرة حجيبها صح. اطلع لفوق، اطلع. طفت الكهرباء اساسا، ما عاد تأثر، سحبت الكهرباء كلها. هات الكرسي هذا. كل هالشغل نجيب الكرسي ونفتح الباب. في لون التلفزيون. ازعجهم، بدي هيك كنت تفوت لي ابوك واخواتك قاعدين يتفرجوا على التلفزيون وتطفي لهم اياه. والله تاكل قتل وتفرق. في صوت كهرباء، ايه لانه في شرطان كهرباء. هلا شفت له الشريط. شو هاي اللولب؟ في شي بهالرفوف؟ طائية، جليتش، شغلة. في لساته راسمين الكلب هذا اللي عم يعمل شو اسمه فوق على الحيط. مستحيل وصل، من سابع المستحيلات اني وصل. لازم اطفي الكهرباء، الكهرباء بتنطفى من هنيك من فوق. طيب معناتها ما عنا غير نركض وننط. شو خيار تاني اللي عنا اياه؟ ما عنا. فيني انزل لهون لتحت بس ما بستفيد شي، بدي اروح على اليسار لاطفي الكهرباء. مشكلة والله لو نطيت ما راح وصل يا جماعة. جيجي اخي والله، شو بدي اقولكم يا شباب، حقكن علي. خلاص بس عرفنا الحل، ما حد شوفوا المحاولة الفاشلة. هاي العرباية يا شباب ما كنت شايفها، كنت مركز على اللولب، ففي شيء بيسموه انه تنل فيجن،
رؤية النفق، انه انت بتركز على الضوء وما بتشوف شيء حواليك. فهذا الشيء اللي صار فيني، ركزت على هذا اللولب اللي ضاوي، وهن اصادا عاملينه انه هذا اللون حيجذبك، ما حتجذبك لون العرباية اللي من ضمن الاشياء. فبهذا السبب ما انتبهت للعرباية، فاللي انتبه له وقال لي ليك العرباية، لك خذ العرباية لا تواخذني. هذا شفته. يلا نط. ايوه صفت مكان ما بدنا اياها. يا عيني عليك يا مونو، هون الارض مانا مكهربة، بس نحنا بدنا نطلع لفوق لنطفي. لازم نطلع نفوت من جوا ونطلع لفوق. بدي اطلع هيك، ما في شيء معه. طيب يلا، مع انه والله في شباك هون ما بعرف اذا في، ما فيني افتحه، ما معي رفيقي. هيك بنطفي الكهرباء. ليش حاس ان الشي اللي عملته مو صحيح 100%؟ لازم استخدم هذا التلفزيون لاتنقل، فلازم اوصل الكهرباء. تمام، يا اما هاد يا اما لازم يكون في صندوق تاني. ساعدنا. هلا الفكرة اني انا حوصل حوصل الكهرباء. بس كيف بدي امرق الطرف الثاني؟ خليني اجرب. هلا عرفت كيف بدي امرق الطرف الثاني. هيك بمر الطرف الثاني. جي جي معلم، جي جي مالكم ادي. نعم، انزل هلا لهون. تتكهرب. ايوه هلا بركض وبنطع هاي الطاوله وبموت. And then I die. بس كيف الفكرة؟ الفكرة صحيحة، التنفيذ فيه شوية أغلاط، نشتغل على التنفيذ هلأ. العرباية لساتهم، بدي أرجع أتفشى. تعال أتفشى من ورا، تعال. هدوله حيله لمونة من كتر ما خلوه يتفشى أغراض. ايوه خليني اجرب هيك نط على الطرف، لازم اجرب نط انا قبل ما اوصل الكهرباء. هيك بنموت، هيك بنموت. ايوه وهيك بنوصل. خلص تمام، معناته صار معنا غلط، حيكون غلط تنفيذ، المخطط صحيح.
يلا. هاي هاي هاي، كيف معكم يا شباب؟ They can't beat us. كلها شخصيتنا قد الكمشة، أصغر شخصية بلعب فيها بحياتي وما عم يقدروا علينا. طلعوا لنا وحوش، فقمات، رقاب، زرافات، شو بتكون؟ واحد لابس بدلة ما حسنوا علينا. الألعاب ما عاد صارت مستوانا، بدنا ألعاب أصعب. اخترعوا شي جديد، حطوا نظرية فيثاغورس بقلب اللعبة نحلها. بسم الله بسم الله بسم الله. حلو، يلا فوق. لا لا انزل. ولي فكرت حالي متل جج طلع من الشباك. احلى شيء انهم ملتهيين عني. طيب هلا لازم استخدم التلفزيون اللي عم يتفرجوا عليه لحتى. شو هي الطاقيه اللي فوق؟ كانه في طاقيه فوق هي الخزانه، صح لما انا غلطان؟ خليني اشوف معنى الطاقيه هيك شكلها. والله ممكن هي هي الطاقيه ليك فوق. هذا التلفزيون كيف بدنا نستخدمه؟ هاجمين علي ولا هاجمين على هذا التلفزيون؟ هاجمين على هذا التلفزيون. فكرت هاجمين علي. ولي ولي ولي، والله اني نحس نحست حالي. شفطتني شفط الى عن ام النحس. هاي اربع تلفزيونات، اربع تلفزيونات، تفرجوا لتشبعوا. الله لا يعطيك العافية شو حمار. لوين رجعت انا؟ كأني رجعت مكان ما كنت اول شيء، ولا هاد مكان جديد؟ نفس المدخل اللي كنا في عنده قبل شوي. يلا نفوت من هون. يلا كيف اللعبة؟ والله يا شباب نحن يعني ما عم نعلق فيها اللعبة، اي مدة اطول من 3 ساعات وما لوتنا فيها شيء. هذا الباب بيتكسر. ستة ستة صديقي. اتركوا يا حقير، ولا لا اضربك بالبسكوتة. والله هذا ابو البدله، هذا ابو البدله بدي اخذ بتاري منه، بدي شنع فيه. بس استنوا بس لحتى اكبر شوي. والله لساتني صغير ماني قده هلا.
ما عم يمشي فوقي. حيمد ايده، شوف شلون حيمد ايده. ما مد ايده. منيح اللي هديت، منيح اللي هديت. هذا البيج بوس يمكن. هات بسرعة، أرجوك بسرعة، أرجوك بسرعة. الحقني لهون اذا بتقدر لشوفك. اوه نفدنا والله، بدها نفس، بدها نفس عميق. مشكلة هذا بيطلع عند التلفزيونات، يعني هلا بيطلع لي من التلفزيون ثاني. ليكو مسكني مسكني مسكني، يا الله مسكني. بدي نط من الشباك للطرف الثاني. بسرعة بسرعة بسرعة. اوه الطريق من هون. اوه فكرت الطريق بدي نطلع من الشباك، لكن الدنيا شو بطيئة. لا يا الله لازم استنى شوي قبل ما نط. كيف هالمرة ما وصلت؟ أسرع أسرع. حلو حلو. شو يا حقير؟ تحسن على تحسن تلحقني، ما بتحسن تلحقني. واو متت؟ لا ما متت، فكرت متت والله. يمكن لازم نط قبل، كنت مخرب جهاز تلفزيون. كل مرة بتصير معنا حادثة بيخرب الجهاز اللي معنا. خربان الجهاز. هذا ستة. الحقوا؟ هاي اللعبة عذاب نفسي مرعب. من هون الطريق. اسكت وخليكم تعيشوا الجو.
وصلنا على الشارع. مش كمان اقدر ان امشي اذا طلع لي محسن اهرب منه. متنا شال الطاقية. حاسس هيك عذاب داخلي والله، زعلان. واو واو، شو صار؟ من جبت هاي القوة؟ نحن اللي عم نتحكم فيه، مو هو اللي عم يتحكم فينا. لسه فيك نفس؟ لسه فيك نفس؟ يا بوي جبناها يا شباب، غلبناه. طاقيتي، جيب الطاقية قبل ما نمشي، لا تنسى طاقيتك، هي فخرك. والله بلا فخر بلا بطيخ، ما مسكها ولا قرب عليها. دحس الشيطان، وقعت على الأرض. واخيرا وصلنا على اخر ممر. يا ترى شو حيصير هلا؟ اشتغلت الموسيقى. موسيقى بتلبق تكون نغمة تفيق فيها من النوم مشان تفيق مرعوب. سكر الباب وشنا. في حدا شي لاحقني؟ هاد انا نفسي. لقيت في متاهة. واخيرا شكرا لكم. ما بعرف شو اللي صار، ما بعرف كيف فتحت الباب. خايف فوت بهذا الباب واعلق عليه عين عليه عين عليه مو عين، راح فوت منه. لا لا نو وي، رجعوني لنفس المكان. الحمد لله. طيب هون شو في؟ او ماي جاد، لازم نروح على الباب اللي بالنص يا شباب، الباب اللي بالنص.
بابل بالنص. نحن معصينا مرة عشرة. صار لي 10 دقايق عم لف بدائرة. اوكي. باب. باب واحد هالمرة. فوت. حلو. حلو سيف ومعاتها ماشيين صح. بابين هلا. فيني افتح هذا الباب كمان. افتح اشوف. ايوه. طيب هذا البابين ما منه النفعة. وهذا الباب ما منه نفعة. فينا نرجع نسكر الباب. ولا هذا الباب بيرجعني. شو عصيت؟ عصيت. صيت صيت يا شباب. لقد وقعنا في الفخ. قوم قوم ولا يهمك. قوم ولا تزعل. نرجع نفوت من هون. فتنا من نفس الباب. تعرف شو خطر لي؟ يعني لازم نفوت من اول باب، ثاني باب، ثالث باب، هلا افوت من هون رابع باب. ما مشي الحال. طيب بنفوت معناته اول باب. طلعنا لفوق. ممتاز صحيحة. ما عرفت شو ساويت بس صحيحة. ماني عرفان شو مساوي. نزل الخشبة. يلا يا مدير. هالمرة اتمنى بواب حاطين لي. طيب يا شباب اظن لها علاقة بالموسيقى. لازم روح الباب اللي فيه موسيقى. وين صوت الموسيقى؟ هاي صوت الموسيقى. المفروض من هون نوصل. طيب وين الباب الثاني اللي فيه موسيقى؟ مو هذا الباب. هذا الباب اللي فيه موسيقى. حلو. الباب اللي بعده. ما عرفت بالباب الغلط. ليكون هذا الباب جاي من الموسيقى. لا مو هذا الباب. ولا هذا الباب. ولا هذا الباب. معقول هيك؟ هذا الباب جاي من الموسيقى. فوت يلا. حلو. الحق الموسيقى. اللي مضيع بها البازل يلحق الموسيقى دائما. الباب اللي بيجي منه موسيقى يفوت فيه. هلا اللي اكتشفت انا. في ضوء جوا. في ضوء هون. وفي صوت وحش. في صوت وحش. شو هذا الباب؟ ما منه فايدة. من هون. بسم الله. اوه ماي جاد. شو هذا؟ ستة؟ ليش هيك صاير فيه؟ هيعمل شيء ولا انا لازم اسوي شيء؟ سوري بس لحظة يا شباب. عدنا. طلع المسلس. ايه والله صح كنا بنحكي معه بالمسلس. دعسني. فيني امرأة من وراء. شو هاي المطرقة؟
اخبط الهاي. اوف نعم، هاي اللعبة ما خلصت. جيجي فكرت بالنص ساعة وتهزمنا الوحش انها خلصت. او ماي جاد، لا ستة انا رفيقك، انا رفيقك. اوه مسكني. نعم خبطنا بالحيط. لا تخبط، ما في وقت تخبط، لازم تركض بدون ولا نقرة. اوه اوه انا مو هون، انا مو هون، انا مو هون. روح روح. واو جيب جيب الفأس، جيب الفأس وكسر الباب. يمكن بطلع من نفس الباب. قتلتني قتلتني يخرب بيتك او بيتك. هي وحدة ولا واحد؟ ستة. لازم اعمل هيك. شي جي مجتمع بتنكسر. رجعنا وقفنا بارض فاضية. بدي اخلص اللعبة، ما حد راح اخلص لكم اياها فيديو واحد. خلاص قعدت عليها قاعدة واحدة بدي اخلصها. ما في ضوء، ما في ضوء. دائما اركض الى الامام اذا ما في لايت. في فأس. استفيد شيء اذا كسرت الباب. ننده من هون، بنركض على الطرف الثاني. ننده من هون، نطلع، بنمسك الفأس، بننزله لتحت، بنفوت من هون. حتروح تركض لهنيك هي، حنخبط لياها. Go to hell. خلصت لما دمرت ولا لسه؟ بسرعة بسرعة قوم شيل الفأس. تضربي انتي ولعبتك. ولا الولد، والله الولد الصغير بيتعلم اللعبة. الله يكسر ايديك على هالضربة. بس كبس مثلث بتنقز. كبست عم جرب، عم كبس مثلث عم نقزت. رجعت طبيعية ستة. رح اقول لوحدة لانه اظن انها وحدة، شكلها شكل وحدة. اوه ارتفع ضغطي يا جماعة.
لا تلعبوا هاللعبة بعد واحدة، لا تحاولوا تختموها كلها بعد واحدة. شو هذا الوحش؟ في وحش ما هجم علينا؟ في وحش ما هجم علينا؟ والله تركتني وشكلت فرار هي. بسرعة هيا على رحت على العمود الجسر المدري شو هو. سكينة لا خيانة. هيك بهالسهولة قتلوا شخصيتنا؟ بهالسهولة؟ ما في وفاء؟ جي جي نحن اللي أنقذناها لستة، نحن اللي أنقذناها. ما خلصت اللعبة استلقال وحش. ما بعرف حالي وين رايح بس شكله صحيح. في شيء ذهبي، في كرسي. صرنا الزعيمين عليهم. فكرت السماعة فصلت طلعت اللعبة سكتت. هلا بننزل نقعد نرقص. صرنا كبار نحن قاعدين على الكرسي. اوف صار بيشبه الوحش اللي قتلناه اخر شيء، طويل ابو بدله. والله قلت لكم صار بيشبه هليك وحاط الطاقية. ختيار بس نحن قتلناه كان شاب مو ختيار.
اها سكر الباب. هذا الممر اللي كنا من اول اللعبة لاخرها عم نمشي فيه وتبلش فيه اللعبة. هلا عرفنا شو قصته لهالممر. هو غرفة اللي بينحبس فيها مونو. هل يا ترى حيكون في جزء ثالث ننقذ فيه مونو؟ يرجع ستة ينقذ فيه مونو؟ او ترجع ستة تنقذ فيه مونو؟ القشعريرة يا شباب، القشعريرة اصابتني، اصابت كل جسدي. واخيرا خلصنا اللعبة. جيجي جيجي يا شباب، استمتعنا، توترنا، انزعجنا، الله حمل ايدي اللي بين ايدي مشان ما تتكسر من كتر ما استفزتني هاللعبة، بس الحمد لله حسنت وصل لاخرها واختمها. شكرا لكم، شكرا لكل حدا شاف معي هالسلسلة ودعمني فيها، شكرا من كل القلب. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا فيها معي، عجبكم ادائي فيها، عجبكم الالقاء، لانه لعبة ما فيها مونولوج، انا العب سليكم فيها، فرأيكم بهمني كتير. شكرا لكم ولدعمكم. إذا وصلت لهم بالمقطع لا تنسوا لايك، اشتركوا بالقناة إذا مشتركين وفعلوا الجرس، ولا تنسوا كود AJAK فورتنايت آتم شوبو بيك ستور. يعطيكم العافية، نرجعكم إن شاء الله فيديوهات جديدة وبسلسلة جديدة. حنكمل إن شاء الله هلأ برد ديد ريدمشن على البلاي ستيشن 5، نرجع لكم فيها إن شاء الله، لا تروحوا لبعيد. يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.